مرحب فيكم بفقرة خاصة بالفاشن، ولما نطلع عليكم أنا وميسا أكيد بنحكي عن شيء كتير كتير حلو. مظبوط، لكن أول شيء حنقلكم أنه فقرتنا اليوم ضمن الفرصة الذهبية. لما عم نقول فرصة ذهبية يعني عروض مميزة، كميات جدا محدودة ولا فترة محدودة. جلابيات اللي عم نقدمهم اليوم اللي بياخذوا العقل، اللي والألوان هي انا بدي اقول هيك البراند اللي نحن مقدمينها اليوم دائما تتميز بالالوان اللي بتاخذ العقل وهي مزيونه. وطبعا هيدي الكولكشن تحت اسم نسيم لانه الوانها كثير زاهيه وبتاخذ العقل. اكيد هلا رح نتعرف مع كل اللي عم يتابعونا على الكولكشن اللي بيجنن من مزيونه. جلابيات رائعه تعيدنا الى سحر الماضي من ماركه مزيونه نسيم. الجلابية الأولى باللون الأسود ورقمها 768450. الجلابية الثانية باللون المارون ورقمها 768460. الجلابية الثالثة باللون الأزرق ورقمها 768470. الجلابية الأخيرة باللون الكورال ورقمها 768480. أبهري من حولك بإطلالة زاهية وأنيقة مع مجموعة مزيونة نسيم فقط من خلال سيتروس تي في. إذا مثل ما عم نشوف جلابيات بتاخذ العقل بتجنن، والسعر جدا تنافسي، السعر ضمن فرصة أو الفرصة الذهبية عم نحكي عن 249 واو. ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي، يعني عم يوفروا 100 ريال سعودي. هيدي القطعة إذا رحت السوق ما بلاقيها أقل من 700-800 ريال سعودي. عن جد عن جد عن جد قطع ما بتتفوت ابدا. اول شيء اول لون معنا سماح هو انا اللون اللي هذا حبيته طبعا البلاك ما بنقدر نتخلى عنه، او اللون الاسود. اذا عم نشوف مزيونه هي اللي بيميزها دائما انه هي بتروح بالشيفون الحريري والبطانه الداخليه اللي هي بالاكمام الطويله، حزام من الداخل ومن الخارج، والحلو اللي هو التطريز اللي نحن عاملينه من الصوف. اذا عم تشوفي هذا الصوف لانه مناسب بالشتاء عشان هيك بارز بيعطيكي نفس فريدي. في هيك له بروز، وايضا شوي عم نشوف تفاصيل وهي الكريستالات اللي عم تلمع. ما حطول كثير على المشاهدين، حنشوفه مباشره على نيل ما قديش كان عن جد بياخذ العقل. شوفي التصميم ما احلى، شوفي الحاله الحلوه اللي بيحطك فيها هيدا الفستان صحيح. اللي نحن عم نشوفه، عم نشوف التطريزات اللي جايه بالوان مختلفه بالاخضر بالاحمر صحيح. ايضا في خيوط ذهبيه شوي هيك عاملتها لتحدد جماليه الالوان الحمراء والخضراء الموجودة معنا، الكريستالات المميزة الموجودة منطقة الأبل الأكمام، وأيضا حتى لنهاية الجلابية عاملة رسمة كتير كتير حلوة كأنه طبعا عم نحكي على هيك لوحة فنية عبارة عن طبعا ورود وأغصان خضراء كتير كتير حلوة. إذا عم نشوفه حتى طبعا بمنطقه اللي فوق اذا عند القبه من الخلف كمان مهتمين بهذا الموضوع. وايضا الحلو كمان فيها هو الشيفون الحريري اللي مصنع منه، واللوحات اللي جايه بمنتصف واسفل الجلابيه حتى الاعلى بيعطيها كثير غنى، والسعر 249 ريال سعودي ولا شيء. عن جد عن جد التصميم كثير حلو، بس انا ما قدرت ما اختار اللون اللي انت لبستيه سماح. شوفوا هلا بدي احكي عن اللون اللي سماح اختارته لتلبسه، قديش الكونتراست بيجنن ما بين اللون المارون والوردي والاورنج والاخضر، قديش عاطي تفاصيل كثير حلوه. اوكي الاستراس كثير حلو، كمان شايفين انه كل قطعه مختلفه. هون الشيء كثير عجبني انه الايد طالعه من نص الجلابيه وهيك حلو. بس لو تفتحي ايدك سمح مزبوط. نشوف انه قديش مثل شكل الفراشه، تصميم جدا صح. رائع وبيعطي شكل جميل لشيب او جسم السيده. رح نشوف مع بعض تفاصيل هيدي الجلابيه. مثل ما حكيتي دائما مزيونه بتتميز انه الماتيريال اللي بتستخدمها هو الشيفون الحريري اللي بيعطي هيك شكل كثير حلو وبيكون كثير براكتيكال بالاستخدام. عجبتني فكره الصدر ان هم عاملينها ديب في وعاملين مثل كانك لابسه توب تحت الجلابيه لحتى تعطي هيك مظهر محتشم للجلابيه اكثر،
التفاصيل اللي مرسومة خلينا نحكي إن هي أخذينا من وحي نقش الحنة، أوكي مزبوط. فأنا بعتقد إن هيدا التصميم كان بيناسب كل الألوان، عشان هيك أنا حبيته ولبسته اليوم بصراحة. سمح لو نلاحظ شغلة إنه اللون بيجن لون هادي، بس بنفس الوقت مدخلين معه الألوان الجريئة، عادي كونترست كتير حلو، عادي نفس 3D إفكت يعني. صح أنا هذا اللي عجبني. إيه والستراس ما كتير، لكن هم موجودين بالكم الكافي لحتى هيك يعطوا جمالية للإطلالة. ميكشر الألوان، دمج الألوان بيجنن عن جد، كوليكشن بيجنن، فقط ب 249 ريال سعودي. ولا شيء. مباشرة عم نشوف أيضا الجلابية الثالثة اللي مقدمينها اليوم باللون الأزرق. طبعا لما عم نحكي على الألوان الزاهية دائما دائما بيخطر على بالنا الأزرق من الألوان الأساسية اللي بتعكس هيك الصفاء والراحة صحيح. النفسية اللي نحن بنحبها. اللي عجبني هو خيوط الصوف الموجودة هون بمنطقة الصدر لمنطقة الأكتاف والأكمام وأيضا للأسفل، جاية على شكل ورود باللون الأخضر باللون الأصفر العسلي، حتى الكريستالات العسلية اللي الأحجام بتعطي قيمة. أحجام حتى مختلفة من الكريستالات. مزبوط. كمان مباشرة حنشوفها هلأ على نيلما كيف كانت طلتها طلة غير شكل بهيدي الجلابية اللي بتحسيها غنية، ورغم صحيح. هيك أول مرة نحن بنحط يعني هيك خيوط من الصوف على الساتان الحريري، وحتى سمح أول مرة يعني يكون عندنا هيدي الدرجة من درجات اللون الأزرق. صح. يعني هيدا شيء جديد، يعني كوليكشن عن جد جديد كل مقاييس. انا اللي حبيت كمان هو شايفه هون الكورنر تبع الجلابيه جاي باللون الاخضر، بترولي على فكره، اخضر على ازرق، بترولي مع صحيح. الازرق مع الصوف اللي هو موجود معنا، فعاطي لون كثير 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 حلو. حتى الورود مطرزه باللون الذهبي، داير مندار الورود لتعطيها بروز كثير حلو، لتعطي قيمه اكبر للتطريز اللي جايه بشكل الصوف المميز جدا. حتى الوان الاخضر جايه باللون الغامق باللون الفاتح، وايضا الاصفر شوي احيانا بيجي على اصفر شوي بيروح على البني والعسلي، فعاطي لوك كثير 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 انا حبيته. والسعر احلى واحلى، عم نحكي عن 249 ريال سعودي، ولا شيء على هيك جلابيه صحيح. بقيمه عالية. أنا طبعاً حبيت الكوليكشن كلياته، لكن صراحة أول ما شفت الجلابية كتير. الجلابية اللي أنا لابسيتها ما قدرت ما ألبسها اليوم. الجلابية اللي أنا لابسيتها اخترتها باللون الكورال أو نحكي اللون البطيخي. مزبوط. أكثر شيء عجبني فيه هو اللون ودمج الألوان اللي موجود بالجلابية. وشغلة تانية رح أحكيها بصراحة على فكرة، يعني معلش سوري، بتعرفني أنا دايما صريحة معكم. هلأ أنا اخترتها أكتر كمان لأنه جاي فيها الشغل بالطول لأني قصيرة، فبتعطي هيك إيحاء أن أنا طويلة، عرفت؟ يعني هي خدعة صغيرة عم نعطيها سر للسيدات لكل الصبايا اللي بيحبوا يرتدوا يكون عندهم شوي مشكلة بالطول، فبتكون مناسبة جدا. شكرا سماح، بس مو مشكلة، رح نشوف هلأ الإطلال على نلمة كيف هي مع ارتداء هيدي الجلابية. شايفين اللون؟ أي نعم، هو لون بتحسي إنه بارز واضح، يعني مستحيل مثلا سيدة تفوت لابسة هذا اللون بأي لأي مكان وما تلفت الانتباه. صح. يعني قطعة بتحكي عنك. دمج الألوان بتحسيه بالضبط نفس الدرجات المستخدمة بالطاووس. شايفة تدرج الأخضر مع الأزرق مع البنفسجي مع الأورنج، كتير حلو. كل درجة بتخطري إنه تحطي، يخطر على بالك تحطي كل هالألوان وتطلع حلوة. على فكرة يعني الألوان دمجهم هيدي دراسة، اوكي، وكون انهم ان هي قادره تدخل او المصممين قدروا يدخلوا كل هيدي الالوان مع بعض بهيدي النظافه وبهيدي الشغل وهيدي الاناقه اللي واو. موجوده بالتصميم، هيدا بيدل على قديش عندهم ثقافه في الشيء اللي بيعملوه. عن جد مزبوط. انا بقدرهم لانه هيدي الالوان يعني عشق لا ينتهي. مزبوط. وانا اللي بدي اذكر كمان ميسا مره ثانيه، السعر عم نحكي عن 249 ريال سعودي، ومو بس هيك كمان طبعا بدنا نورجي انا وياكي المانيكان اللي كانوا مقدمينه. انا رح اوقف حد لوني. كل التصاميم بتاخذ العقل. رح اوقف حد لونك يلا. اللي حبيتهم انه كل هالتصاميم بسعر تنافسي. كمان بدي اقول انه مزيونا هي ماركه حصريا عبر سيتروس تي في، ما بتلاقوها ولا باي مستحيل. مكان ثاني. اختاروا اي هيك شكل انت حاببتي بسعر كثير حلو، سعر ضمن الفرصه الذهبيه، سعر عن جد بياخذ العقل. حرجع هيك ذكرهم بالسعر على السريع، عم نحكي عن سعر جداً تنافسي 249 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي، يعني وفرنا عليكم 100 ريال سعودي. حنترك لكم الفرصة أنكم تختاروا واحدة من هيدي الجلابيات، حنرجع نذكركم فيها من خلال هيدا الفيديو سوا، وراجعي لكم أنا وميسا. جلابيات رائعة تعيدنا إلى سحر الماضي من ماركة مزيونة نسيم.
الجلابية الأولى باللون الأسود ورقمها 768450. الجلابية الثانية باللون المارون ورقمها 768460. الجلابية الثالثة باللون الأزرق ورقمها 768470. الجلابية الأخيرة باللون الكورال ورقمها 768480. أبهري من حولك بإطلالة زاهية وأنيقة مع مجموعة نزيونا نسيم فقط من خلال سيتروس تي في. مجموعة جدا مميزة قدمناها لكل اللي عم يتابعونا اليوم سماح. ما تنسوا انتم كنتوا عم تشوفوا الفرصة الذهبية. شو هو عرض الفرصة الذهبية؟ يعني كميات محدودة وعرض لمدة محدودة، يعني لانتهاء الكمية اللي نحن موفرينها. السعر نحن مقدمين اليوم سعر مستحيل تلاقوه بأي محل، 249 ريال سعودي، والكوليكشن اكيد من مزيونه واكيد 100% حصري مقدم لكل اللي عم يتابعونا. مزبوط، لما مثل ما ذكرتي الفرصه الذهبيه يعني عروض مميزه، فتره محدوده، جلابيات اللي مقدمينها من مزيونه دائما بتطل طبعا الوان زاهيه، الوان جريئه لكن بنفس الوقت ملفته للنظر وكثير حلوه ما بتخطر على بال حدا. برجع بذكركم مره ثانيه انه مزيونه هي ماركه حصريا يعني عبر سيتروس تي في، مستحيل تلاقوا هالتصاميم باي مكان ثاني، ومستحيل تلاقوا حتى تصاميم بتشبهها بالاسعار اللي نحن مقدمين لكم اياها، واللي هي عم نشوف ثلاث تصاميم بياخذوا العقل الاربع الوان ب 249 ريال سعودي بس، كميه جدا كثير محدوده ميسا. صحيح، فلحقوا على طول اول ما يعجبكم اي لون، وانا عارفه اكثر شيء هتحبوه الوردي والمارون. لا عشان انا اوكي. هلا مثل ما شايفين الارقام عم تمرق دائما باسفل الشاشه، اتصلوا فينا ونحن ناطرينكم. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusdv.com. يمكنكم أيضاً الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.